مع إطلاق حملة إغاثة وطنية من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم لبنان وشعبه وإرسال مئات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية، وجهت صحيفة الاتحاد الإماراتية رسالة حب وشوق وعشق للبنان. لبنان لم يكن يوماً مجرد بلد شقيق، هو قلب القلب، هو الإحساس العميق، هو صديق الدهر، هو السماء والبحر، هو الجبل الشامخ والأرز العتيق. في لبنان يجد الإماراتي جزءاً من روحه، ورغم المسافات ينعم بدفء أهله، بكرم شعبه. هناك يعبر الإماراتي عوالم المعرفة والثقافة، ويؤجج بين ثنايا التاريخ بريق فكره. وهنا في قلب كل إماراتي، في قلب كل منا، زاوية خاصة باسم لبنان. هو في عيوننا حكاية عشق لا تنتهي، هو مشهد محفور في الوجدان. لبنان يا لوحة بريشة الزمان، لبنان يا أكثر من مجرد مكان، يا أرضا كلما ذكرت اهتزت معها مشاعر الحب والحنين. لبنان يا نبضا عربيا صارخ الوضوح، لبنان يا عزفا شجيا يحلق بالروح، لبنان يا لحنا خالدا في القلب مهما تقاذفته رياح السنين. إلى اللقاء.